ورابع من النساء واثنى عشر، أربع من النساء واثنى عشر من الرجال، هذه في الهجرة الأولى إلى الحبشة. عندنا عندما أوذي أهل الإسلام الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أوذوا من أهل مكة، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولو لم يكن هناك شبهات وشهوات كان الناس على أتقى قلب رجل واحد. قدر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور حتى يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب، وحتى يرفع الدرجات. مفهوم؟ أي نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبهذا ابتلي هؤلاء وأوذوا، فهاجروا من مكة إلى الحبشة لأن فيها ملك صالح. الهجرة الأولى ذكرها المؤلف، وسيذكر الثانية الآن إن شاء الله تعالى. نعم. ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. نعم. ثم عادوا مرة أخرى أيضا في الهجرة الثانية إلى الحبشة. نعم. ثلاثة هم وثمانون رجل. نعم، يعني 83 رجل. نعم. ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان ثم قد، يعني 18 من النساء. نعم. أسلم في السادس حمزة الأسد. نعم، حمزة رضي الله عنه أسلم. نعم. وعلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى استشهد في أحد وهو سيد الشهداء رضي الله عنه. نعم، عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخوه من الرضاعة. عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. نعم.